halkan oo ah xarunta xadratul khayriya ee magaalada Makiina Road waxaa wali ka socota ziyaaradii 12aad waligii Ilaahay ee shahiidka ahaa daacigii Islaamka caalimkii Soomaaliyeed Sayyid Sheikh Xasan Sheikh Cabdi Sheikh Xasan Qoryoole sida aad horay ula socoteenba muddo 14 maalin ah waxaa halkan ka socday قرآن أخرس لوغو دعيني الله كرالي نغدي شيخة قرآن أخرس كدب وحال غبتي بنام بح آد اوين اوي كسو قيب غلين علماء الدين جماعوين ايو زائرين بدن انتا كدب وحال لسو غاري هبينكي كوباد الزيارة وحانا لغبتي كولان سهير سر أهلو سو أغاسمي وحانا غوبت كلمات كجيدي qaar kamid ah culumadii iyo mashaayixdii goob jooga ahaa xaflatan oo qaliide ah sida dogtihiin waxaan isku nimiday sheekhana shaxsa qoriyoole xuskiisa iyo ziyaaradiisa oo noo ah farxad oo aad u weyn فرصد آد وينو غالي أحسنت يا هل الحمد لله يا الله إنها شكر لله صفات شيخة دتكي شيخ لسو حاضري ولسو معاصري وفي حال حياته لسو لقمي صفات شيخة ملكي الله يشيك إنه وحي أطهي تذكر حسوس دتكي أو بعد وفاته مقعسي مقلي أما بشي برطي أوليدي مقعادي مطر ماي سنة يو مدرسة أيان جوغيو دار السلام لي راهدو دار السلام مبارك طول أدو أيان جوغني شيخنا الشيخ حسن قريولي با وحا ليري وو يمد شيخ حسن با خطبينيا انيغا وحان كميد اها رجي اغا سو بحاي دار السلام تولد مبارك اه يمد حدا وا 90 حلغاس با يحيد ارضي المحاضره كا قيب غشاي ايان كميد اها 90 كي ميقا لغا جوغا حدا 30 سنه سو ماهن حلغاس بان شيخ انتان انيغو برتي ماركاسا لغا سو بلابايا الى او شهيدي أقوم بأن أقولها وحن كبرتي دين وحن كبرتي إيمان وحن كبرتي داعي نمو الله كعبس وحن كبرتي نولين تدين ته شرفنا انت عسا كفلا ما انتنا أبا القد كيسي أيو هلايا أو ولب لويد أبا القد كي فوقا وينا معها كي وينا جار جنة وينا كي وينا وارده إلهي أبا القد كي وينا و يعني في مقعد صدق عند ملك مقتدر كاسوي أبا الكوي لكن كم والنفحات كي أدو يدا سيجعل اللهم الرحمن ودا لفتر كذي وإلهي معناها أيو أوليدي سينا يا معناها أيو سينا يا عابدين تا معناها أيو سينا يا كو سيدة باو عابدين إذن عبادة نبتا وطن إخلاص كحنبار سن أغادة معشر سادة أوليدا وحكا لدرجكم مقارن إلا ويبتوذين ذكرك إلهي هاوينك إني سوك عان سوك وذي أوبادين يهي خيرات كاسي درجكم مقارن marka walaalayaal anagana wadadoodi inaan ku socono wadadoodi inaan hayno wadadoodi inaan marno maxaa yeelay dhikriga faraha badan
إلهي بان أمري وذاكرين الله كثيرا وذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكر فرها بدن وحيرا فرها سيدا لولا وما أنفعه وإن أدمال أفريستا قياما وقعودا وعلى جنبك حالت والبينات إلهي كحستنه تصبح أسواق هذا متوجها إلى الله أذبه إلهي حديث أتوجه منكسرا بين يديه إسجبنا إسليد أد إلهي حسن تبارك وتعالى والله وحادرين ميسا لذة إيا معان دتك كالا أندرين مينين لو بقردها هذه أغال لهايين لذة المناجاه هاوين كي جيدل إيا قرباشي نلدع لهايين لكن دتك هاس أولية دا أهوان وناكسن وددودي إيا مسلقودي إنام قاطنا الله نوافجيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نهاية الله وكي سيدنا خضر أدونك بركيسنا سيدي أبو العباس مولانا الخضري مكي النبي الله موسى ولكل مي ولكل مين وكي الله أدري وليدي أدونك أسا مارت أبتغى وحكبر مجمع البحرين وكي أبتغي مركي بدي آدين شمبر باي سويست أغادير markaasoo shimbirkii min qaarkiisa ama afkiisa uu biyo saa u qaaday baddu uga qaaday markaasuu yiri nabigu soo ma u jeedaawi aniga oo cilmi la igu ka tilmaamay iyo adiga markii la isku daro cilmigeenna binisbati licilmi illaah ilaahay cilmigiisa markii loo nisbeeyo ma dhamma buu yiri shimbirkaas inta min qaarkiisa uu biyaha kaga qaaday ma dhamma buu yiri markii ay saacaddu soo gaartay 12:00 habeenimo ayaa daakiriintii iyo dhammaan axbaabtii ka soo qayb gashay ziyaarada waxa ay u istaageen dhafar ay ku soo bandhigeen xadarada u weysiyada soo gaaray subaxii ugu dambeeyay ee khatinka ziyaarada jamaacooyinkii ku sugnaa xarunta ayaa oogay xadrada idriisiyada gaar ahaan raxmaaniya Allah
نزل سكينة في قلوب المؤمنين. gabagabadii xadarada السيد المربي الشيخ عبد الرحيم بن الشيخ حسن قريولي oo ah qaidka jamaacatu الخيريه ayaa jeediyay kelimad ku saabsan taariikhda warigii ilaahay ee shahiidka ahaa السيد المربي الشيخ حسن قريولي جوبي ميلاديga 1919 وحونا انتي لوضا كوني كوي طبان كسال لسا عطان داديسو وحايا هيد مركو ديمان آيه كويو لابية كنتن كنتن اللي بسنا ايو جري كنتن اللي بسنا ايو جري مركو ديمان آيه مركا هو ايو وحايا شاكتي ايو وحايا شاكتي انا اللح بلوض كل شيء مركو دلان آيه لح بلوض ايو كل شيء لح بلوض مركو جري وانا سعونا وانا هلا بكلام فصيح وهي ابي لا عجبه كمي دهيد isaga ayaa markaa waxa weey talqayntii dhikriga iyo ijaazada uu ka qaatay haaji abdul baadii sadar haaji ahmed buu hadana la sii rafiqay haaji ahmed kadib hadana shaqrufaaci buu la rafiqay mashaayikh kale oo fara badan oo ijaazada uu ka qaatay tabarugaana waa jiraan oo kala duwan oo ahmediye iyo qadiriye leh iyo qeyb koodba marka ilaahay idinkiis kadibna wuxuu bilaabay nashrigi maartii dacwada waacid ayuu ahaa wacdi ayuu markii hore ku shuhrooday الحمد لله وعدكي وينا حرمت الرئيس شيخ نور أيوها بعد شيخ صلاة شيخ صلاة خميس أيام مارتي وعدها سيد الأولى حرمت أو شيخ نور وأصلا علمي وحبا أخر سنة شيخ أو إدنا وعد اللي يري إيه كتب تردن بالله إدني كذب شيخ صلاة بعد سنة سيد وعد اللي وريقي مركا شيخ صلاة خميس رحمة الله عليه وحا مركا ومشهور كوها وعدي وعدي جيسون الله ما لا يقوبنا إما إنه أولياء الله هي كرامات هذه محبة هذه زيارات كذا إنه كهذا يه وإما إن ده كان مارد مفسدين تها البدعة إنه ردينا يه لما بقى سوى وعد يسوع بنا أخيرا نواتي إلى هاي مارد وكل شهيد يالي الحمد لله لما بكون يه كوي تمنك الحمد لله مركا إلى هاي ذيك سدك إيجا أقوم بنا أو أيوة عرورة أي ولا نولايان أيام إيش جو سيدي شعب الرزاق شاه حسن عدو أيام مارتي الحمد لله رفيقي هاي نلا يرانتي الحمد لله إلى أشيخك إلهك أفسده وقدم بينتي وحال جاري قد كي جودهان زيارة وحان الله دي أورادي قرآن كي أي سو أخرين جماعوينك أورادي أمريكا هدية هنا إن شاء الله تعالى إخوانك وحي سو أخرين قرآن عدد كي سيهاي كن لغب غلغاتي لما خدمة قرآن بغل لواتن يكو مليون يسديد بقول اللحظة كن أوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إخلاص سديد مليون توحيد تضوات مليون لو بقول كنتم يسديد كنا يا لطيف لواتن إلا بكن يا بقول يا صدن كنا لواتن إلا مليون بقول يا صدن كنا وراد صدن وحنوها دينا يو إن شاء الله مركب هرنوها دينا كدي ما شرف يو يعلمون كلا الله بين دورانا سيدي شيخ عبد الرزاق ورفيق الوالدها أصيغ كل هديني أصيغ هدينا شيخ الريبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشرف الجوكتا مشايخ الجوكتا أجيغا ندعو عندنا إن شاء الله تعالى إلهي إذنك سوها دي سوها دي أنت الأخي إن شاء الله تعالى وردك أسل سوها أخي وكقوة من خدموين كقرآن
ككوبان سورة الإخلاص كا ككوبان توحيد كسلق النبي اسمك يا لطيف عدد وذن إلهي بأوحي صعب انتهي عدنا واتي لسانك المرسي انتاس او وردي او اي لجل تصدقاتي ماشان لغو بحين هاي او لعون هاي مساكين تلسين هاي ثواب كيدو او كجرو قلت الله نقا اقبلو بعد الغمول منا ثواب كي كسو حسري حبيبك انا محمد الله كثوابي أزواجتي سي أولادي سي أصحابتي سي الله كثوابي ساداتنا الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها الله كثوابي خاصة شيخنا شيخ حسن عمان تحمي سأنجوغنو وزيارتي سأنجوغنو ولسون يستي الله كثوابي شيخنا شيخ حسن الله كثوابي ميزان الحسنات كي سي الله كزيادي والدين تيسي معلمين تيسي مشائخ تيسين الله كثوابي قبر يسى الله كواسعي دم يسى الله كلافو درجة يسنا الله كزيادي إن شاء الله تعالى أنا بعد يسي الله إنما في النهي انت سوى أخر سيني لسان كوض إن شاء الله تعالى إجابة الله صارو نارت الله كحري إلهي إنك يسي إذن كان زيارتنا مقبولة الله كي زيارتنا مقبولة الله كي زيارة مقبولة الله كي إلهي إذنك إذن كان هاتي إلهي إذنك إذن مرادك الوهل الله كدقو تي قرباتي يكو في دينت الله كدقو تي إن شاء الله تعالى عليسك وكوكو الله كدقو تي إلهي ودنك ونوكدك الله كدقو زيارة بعد قيدة تي بكان كل منطقة نكو عافي الله كو عافي ماذا الله كدقو بعد قيدة إن شاء الله تعالى فرح سرور كوكو بحالها نغير إن شاء الله تعالى بعد شرابتا اسكاله إلهي إنك سيدنا كان شيخنا الله نحرسته الله أنا كثوابي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.